على رياض محرز منذ الزمن، مش اليوم. في 2019 انتقادات كانوا موجودين حتى اليوم. أنا من شغل بالصحفيين ولا محللين، مش أنا شغل في الميدان مع اللاعبين. ورياض محرز هو أبطال أوروبا، ما عنده ولا مشاكل مع هذوك الانتقادات. معروفين الناس اللي يتكلموا على رياض ولا فريق ولا عليا، ولا ما نشغلوش معاهم. احنا نركزوا على الفريق، على المباراة، على الشغل اللي تاع كل يوم في الميدان بس.